السلام عليكم ورحمة الله. طلاب تقنيات عددية وتحليل عددي، الآن نأخذ درس اسمه رونج كوتا Second Order Methods، يعني هي عدة طرق باسم عالمين رونج كوتا. طبعا هذه الهدف منها أن نحل Initial Value Problem زي هذه الصورة زي اللي أخذناها في الأويلر. أي الأويلر أصلا تابع لرونج كوتا Methods. دي واي على دي اكس اف الاكس واي، واي للاكس نود تساوي واي نود. الان القوانين، اول شيء بنوجد كي 1 عشان نحلها. كي 1 هي اف الاكس اي واي اي، يعني كي 2 تساوي اف الاكس اي زائد بي عدد في اتش. الاتش هي الستيب سايز، اتش عبارة عن الستيب سايز، يعني واي اي زائد بي اتش، بي عدد بنحدده في كي 1. الان الاي 1 زائد الاي 2 دائما واحد، والاي 2 ضرب البي في هاي الطريقه في السكند اوردر دائما نص. اذا بالتالي بنطبق الريكرنس ريليشن هذه، واي اي زائد واحد تساوي واي اي زائد اتش في اي 1 كي 1 زائد اي 2 كي 2. من هاي العلاقة بإمكاني أوجد، إذا عرفت y نود و x نود أطلع y1، وإذا عرفت x1 و y1 أطلع y2، وهلم جرى. الآن هذه حسب قيمة a2 في ثلاث طرق مختلفة لحل هاي الـ initial value problem. حسب قيمة a2 بتتغير مسمى الطريقة، بتختلف القوانين بناء على تغيير قيم a2. دائما a1 و a2 مجموعهم واحد، دائما A2 في B بتساوي نص في الثلاث طرق. الآن هانز ميثود اسم عالم، هانز ميثود الـ A2 عنده بتكون نص، وتسمى أيضا بريدكتور كوريكتور ميثود. الآن الـ A2 عنده نص، معناته A1 زائد A2 حكينا بتساوي واحد، وبالتالي A1 ده تساوي نص. كمان ثابت عندنا A2 في B تساوي نص، الـ A2 عندي نص، معناته B1 بي بتساوي 1. إذا القوانين تصبح هذه القوانين اللي كتبناها بالأول، بنعوض القيم اللي طلعناها ل بي ولا A1 و A2. K1 مش راح تتأثر دائما، F ال XI Y I. الآن K2 بتساوي F ال XI زائد B في H، بس ال B واحد صارت زائد H، Y I زائد K1 في B في H، B واحد إذا صارت K1 في H. هذا المقدار يسمى بريدكتور. الآن y i زائد واحد، القانون شو بصير؟ y i زائد واحد تساوي y i زائد h في a1 k1 زائد a2 k2. ممكن أطلع النص عامل مشترك، بصير القانون y i زائد واحد تساوي y i زائد h اثنين مضروبة في k1 زائد k2، أو بخليها بهذه الصورة. هاي الطريقة إذن لما A2 تساوي نص تسمى hence method، وبتتغير القوانين بناء على A2 شو كانت، نغير A1 و B1. الآن نفس الشيء في الميد بوينت، بس في الميد بوينت بنعتبر A2 أو تكون A2 هي واحد. بما أنه A2 واحد، A1 زائد A2 بده يساوي واحد، فإذا A1 رح تصفي زيرو. الآن A2 في B تساوي نص، بس الـ A2 واحد، إذن الـ B تساوي نص. K1 زي ما حكينا في كل القوانين نفسها، F الـ XI YI. K2 تساوي F الـ XI زائد B اللي هي نص في H، و YI زائد B في H في K1. الآن YI زائد واحد تساوي YI زائد H في A1 K1. A1 زيرو راحت K1، زائد A2 واحد في K2 بتصفي إذن HK2. هذا القانون اللي بعطينا YI زائد واحد تساوي YI زائد H في K2، عشان إذا معي Y نود أطلع منها Y1. الآن رالستون ميثود، بتكون في رالستون ميثود A2 تساوي تلتين. عالم اسم عالم رالستون أخذ A2 تساوي تلتين من A1 زائد A2 تساوي واحد، معناته بستنتج A1 زائد A2 اللي هي تلتين تساوي واحد، ومنها A1 تساوي تلت. الآن A2 في B تساوي نص،
وبالتالي ثلثين بدال ال A2 في B تساوي نص، اضرب بثلاثة على اثنين طرفين بتصير B تساوي ثلاث أرباع. إذن K1 تساوي F ال XI YI و K2 تساوي F ال XI زائد 3H 3 3 أرباع H و اللي هي يعني XI زائد P في H YI زائد P في H في K K1 هاي بتعطينا قيمة K2 لأن YI زائد 1 هي YI زائد H في ثلث K1 زائد ثلثين K2 و I تساوي 0 و 1 2 إلى آخره. الطرق متشابهة فرح نأخذ مثال نحل على طريقة واحدة منهم على الأولى تحديدا وانتو بتعيدوا حله بالطرق الثانية فقط الاختلاف بشكل القانون. الآن نأخذ مثال الآن use hands method to solve the initial value problem dy على dx تساوي y sin x y للزيرو تساوي واحد. هاي differential equation separable بإمكانكم تحلوها زي الثانوي أو زي calculus 1. الآن بعد شوي رح أكتب الحل الأناليتيك سوليوشن كيف نحلها بالكالكولس بعطيكم الجواب جاهز. طبعا هي بتنحل بالسيبرابل، نفصل الدي واي على واي تساوي ساين اكس دي اكس ومنرتب منعوض الكونديشن رح نحصل على حل بعد شوي أو نكتب الحل النهائي. الآن حل هذه الانيشال فاليو بروبلم over the interval 0-1 assume the step size h تساوي نص، يعني نحلها بطريقة هينز بقوانين هينز ما بتختلف كتير لو أخذنا رالستون ما بيختلف كتير لو أخذنا الميد بوينت. الآن أول شيء F ال XY تساوي Y sin ال X يعني X node تساوي 0 Y node تساوي 1 ال H تساوي نص. الآن أول شيء خلينا نرتب حلنا شو اللي بدنا نعمل، نعمل خطة الحل. ال X node 0 وال Y node 0 حكالي ال step size نص وبدنا نحسبها على الفترة من 0 ل 1. ببدأ بX نود 0 بزيد H بزيد H لما أوصل للحد الأعلى للفترة. طبعا X1 رح تطلع نص، زيد نص تاني بتصير X2 تساوي 1. ممكن يسألني السؤال بطريقة تانية، استخدم إنه step size بساوي نص طلع لي قيمة Y2. رح نعمل نفس الإجراءات، يعني صيغة السؤال ممكن يحكي لك approximate Y لل1 by هانز ميثود، نفس الخطوات تماما. نبدا اكس نود واي نود، نحط اكس 1 اكس 2. الان اول شيء بالفيرست ايتريشن راح نطلع واي 1، بالسكند ايتريشن بنطلع واي 2. اذا في الفيرست ايتريشن بدي اعتمد على اكس نود وواي نود زي اويلر تماما واوجد منهم واي 1، واي 1 اللي هي تقريب لصوره النص. الان كي 1 تساوي F ال XI YI و KI تساوي Y نود تحديدا sin ال X نود Y نود 1 و X نود 0. فإذا K1 تساوي 1 بسين ال 0 وسين ال 0 0، إذا K1 تساوي 0. عرفنا K1. الآن K2 تساوي F ال X نود زائد P في H، ال P 1 في الرالستون في سوري في الهانس ميثود ال P حكينا إنها شو بتساوي؟ واحد. ف P في H يعني واحد في نص Y نود فاصلة Y نود زائد K1 مضروبة في P في H، ال P واحد وال H نص. فإذا بدنا نعوض X نود عندي نص زيرو وزائد نص صارت نص، وال Y نود واحد زائد K1 زيرو في H اللي هي نص. نحسب هدول هون بصفي واحد وهي نص. إذن K2 عبارة عن صورة، K2 تمثل صورة النص والواحد في الاقتران. الاقتران هو Y sin ال X، Y واحد في sin ال X اللي هي sin النص. طبعا الآلة كمان مرة بالراديان لأنه عندي اقتران مثلثي. الآن بنحسب هذه القيمة تطلع معي K2 كم تساوي. طبعا أنا مقرب الجواب لسبع منازل عشرية، يعني خدت خانات كثيرة. K2 تساوي 0.4794255 فهذه قيمة K2. لأن نطبق نجيب Y1
من القانون واي اي زائد واحد تساوي واي اي حكينا زائد اتش في نص كي 1 زائد نص كي 2 او نطلع النص برا اتش على 2 في كي 1 زائد كي 2 نفسها. الان واي 1 تساوي 1 اللي هي واي نود زائد الاتش على 2 اخذت عامل مشترك النص صارت اتش نص تقسيم 2 في كي 1 اللي طلعناها 0 كي 2 هذه قيمتها كالكوليشنز بسيطة بالآلة الحاسبة بتطلع واي 1. فهاي واي 1 ايش يعني واي 1 هي تقريب لصورة مين النص لان انا اخذت هذه هاي مخططنا اكس نود واي نود بدي اجيب اكس 1 اللي هي النص واكس 2 هي 1 واي 1 صورة النص واي 2 صورة الواحد. الان الاكس 1 اذا النص والواي 1 التقريب لصورة النص بيساوي هذا المقدار. الان الاناليتيك سوليوشن بعد ما نحلها بالسيبرابل راح يطلع معك الحل واي تساوي اي قوة 1 ناقص كوساين اكس. فلو بدي اجيب الصورة الفعلية للنص بعوض بهذا القانون فاي قوة 1 ناقص كوساين النص كوساين بيطلع الجواب 1.130258 هاي الترو فاليو وهذا الابروكسيميشن لصورة النص. ممكن نطلع الترو ايرور او ترو ريليتيف ايرور. الان عشان نجيب السكند ايتريشن يعني بدي اطلع من السكند ايتريشن واي 2 انا عندي اكس 1 وعندي واي 1 بدنا نعمل خطوات توصلنا لواي 2 واي 2 يعني صورة الواحد بدنا نقدر شو صورة الواحد بطريق بهذه الطريقة. الان كي 1 تساوي زي ما حكينا الكي 1 تساوي اكس 1 و واي 1 اكس اي واي اي فاخذت اكس 1 واي 1 بتعويض بالاقتران واي في ساين الاكس بيطلع الجواب كي 1 تساوي 0.536878. الان عشان اوجد كي 2 بطبق قانون كي 2 اللي هو اكس اي زائد بي في اتش. البي 1 في حاله الهاندز ميثود 1 في اتش الاتش هي نص. الان واي اي يعني واي 1 زائد نص اللي هو بي اتش مضروبه في كي في بي البي 1 فهذه اتش وهذه تمثل كي 1. الان بعد حسابات بسيطه النص زائد النص 1 وهذا بالآلة الحاسبة المقدار بصير 1.383003. الآن نطبق القانون الاقتران اللي معي F عبارة عن Y في ساين X هذه Y وساين X يعني ساين الواحد فبتطلع معي K2 فإذا هذا بعطيني قيمة K2 لما نضرب هذا في ساين الواحد راح يطلع الجواب 1.1682442 هيك أوجدت K2. عشان أوجد Y2 Y2 تساوي Y1 زائد H على 2 إذا طلعنا النص برا H على 2 في K1 زائدا K2. K1 عندي أوجدناها هذه قيمة K1 وهذه قيمة K2 جمعناهم وضربناهم في نص على 2 وأضفناهم ل K1 الناتج راح يطلع Y2 تساوي 1.546139. إذن هي العملية تطبيق بس عمليات حسابية انتباه للأرقام أي واحد ممكن يخطئ في الأرقام عيد أكثر من مرة حتى تتدرب على سرعة الحل. فالآن Y2 تساوي 1.454613949 هذه Y2 يعني هي تقريب لصورة الواحد. فإذن والقيمة الفعلية True Value عند الواحد واي قيمتها عند الواحد نعوض في الاناليتيك سوليوشن يطلع هذا الرقم. طبعا في فرق بينهم يعني في ايرور. الان حصلنا احنا على نقاط تقع على المنحنى التقريبي الصفر الاكس نود واي نود والاكس 1 واي 1 اكس 2 اللي هي 1 واي 2 صورتها تقريبا. هذول الثلاث نقاط ممكن استخدم الانتربوليشن سواء نيوتن أو لاجرانج أي طريقة من الانتربوليشن وحدد اقتران تربيعي يمر بهاي النقاط بكون قربت الحل للمعادلة اللي معي التفاضلية اللي معي
أو المسألة القيمة الابتدائية الـ Initial Value Problem قربتها في اقتران ضمن الفترة من 0 إلى 1 بستيب سايز مقداره نص، بدي دقة أعلى بصغر الستيب سايز. الآن مطلوب معكم نفس الفكرة، solve the above example، نحل المثال أعلى by midpoint and Ralston's methods، يعني بدنا نعيد الخطوات نفسها بس باستخدام القوانين الثانية اللي كتبناها. لهون نكون خلصنا الدرس، ويعطيكم ألف عافية.